ومن كييف ينضم إلينا مراسلنا إياد ستيتية. إياد، أهلا بك. بداية، أطلعنا عن مستجدات الوضع الميداني في عموم أوكرانيا. نعم سونيا، صباح الخير. لا تزال حالة إعلان التأهب الجوي معلنة في عديد المناطق الأوكرانية. قبل نحو ساعتين كانت قد أطلقت القوات الروسية صواريخ تستهدف فيها منشآت البنى التحتية والمرافق الحيوية في مختلف المقاطعات الأوكرانية. هنا في العاصمة كييف دوّ قبل نحو نصف ساعة من الآن دوت ثلاثة انفجارات بحسب عمدة المدينة. هذه الانفجارات كانت ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية للصواريخ الروسية في أجواء العاصمة كييف. هناك لحقت أضرار بأحد المستودعات التجارية في العاصمة وأحد خطوط شبكة الكهرباء كما قالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف. المقاطعة الأكثر تضررا هي مقاطعة خاركيف والتي بدأ باستهدافها منذ الرابعة فجر اليوم. استهدفت بمنظومات صواريخ من نوع S-300. هذه الصواريخ أيضا استهدفت منشآت للبنية التحتية وفق عمدة المدينة. الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف كانت قد أعلنت أن هذه الصواريخ أو 12 صاروخا من نظام S-300 قد أصابت العديد من منشآت البنى التحتية في المقاطعة، وعلى إثرها تم انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه الساخنة والتدفئة عن مختلف مناطق هذه المقاطعة. قال بأن 150 ألف من سكان المقاطعة باتوا بلا كهرباء وبلا ماء وبلا تدفئة. أيضا هذه الهجمات كانت قد استهدفت العديد من المناطق الأوكرانية صباح اليوم، ومنها المناطق الغربية لا سيما مقاطعة الفيف وإيفانا فرانكيفسك وخميلنيتسكي، وأيضا هناك في الجنوب زاباريجيا وكريفوي روه. زاباريجيا كانت قد تعرضت يوم أمس لقصف عنيف كما قالت الإدارة العسكرية في المقاطعة من قبل القوات الروسية. هذه الهجمات قالت بأنها المقاطعة لم تشهدها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. 17 مرة تعرضت للقصف المدينة ليلة أمس. أيضا كان هناك هجوما بالمسيرات خلال الليلة الماضية استهدفت منشآت البنى التحتية في مدينة كريفي ريه بمقاطعة دنيبروبيتروفسك. القوات الجوية الأوكرانية قالت إنها أسقطت 5 مسيرات من نوع شاهد 136 وشاهد 131، وأيضا أسقطت 5 صواريخ خلال الليلة الماضية. لا تزال حالة كما قلت حالة الإنذار الجوي معلنة. هناك العديد أيضا من الصواريخ لا تزال تحلق في الأجواء الأوكرانية. نحن نتابع هذه التطورات تباعا. وفقا للمعلومات الأولية فإن هذه الصواريخ تستهدف البنى التحتية في مختلف المقاطعات والمناطق الأوكرانية سونيا. طيب إياد، فيما يخص زيارة زيلينسكي لبعض العواصم الأوروبية، ما الذي رشح عن هذه الزيارات؟ سونيا، زيلينسكي حمل بجعبته إلى هذه إلى في زيارته إلى بروكسل وإلى بريطانيا وفرنسا، حمل بجعبته العديد من المتطلبات التي يعني يطالب بها الجانب الأوكراني من أجل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة الغربية النوعية. لا سيما هو طالب بتسريع توريد هذه الأسلحة قبل الحديث قبل الهجوم الواسع النطاق الذي يعني يدور الحديث حوله هنا في الدوائر الأوكرانية من قبل القوات الروسية في الربيع المقبل. هناك حديث عن الطلب أوكرانيا من الدول الغربية تزويدها بمقاتلات غربية نوعية. أيضا هناك حديث عن الصواريخ بعيدة المدى. أيضا مما رشح هنا الرئيس زيلينسكي كان قد تحدث عن صيغة السلام الأوكرانية، عن تبني الاتحاد الأوروبي لهذه الصيغة، وأيضا تشديد العقوبات على روسيا فيما يتعلق بالمجال النووي وخاصة على شركة روس آتم. شكرا لك إياد ستيتية، كنت معنا من كييف.